السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دوسامدي. هلنا إن شاء الله نتكلموا على واحد الحلقة اللي مهمة ومهمة بزاف ديال النخالة. إذن نتكلموا على فوائد النخالة عند الأرانب، يعني لا بالنسبة للصغار يعني بعد الفطام، ولا بالنسبة للذكور والأمهات، وخصوصا الأمهات المرضعات، يعني يعني بالدرجة الأولى في الأسبوع الأول بعد الولادة. إذا نهضروا على الطرق اللي ممكن أننا نعطيو النخالة. أولا، النخالة راه ديال الزرع، ممكن أنها تكون ديال الشعير، ماشي مشكل. أنتم كيما كتشوفوا يعني كتكون بحال المبربشة، أنتم راه فيها شي الآخر ديال الزرع. المهم ديال الزرع مهمة بزاف، أحسن من ديال الشعير. يعني الناس اللي كتكون عندهم يعني حنا كنقولوا الصابة، كيشدوا يعني الطحين وكيديوه للرحى، يعني المطحنه، وكيشيط هذيك النخاله. النخاله اغلبيه ديال الناس ما كيخدموهاش، كاين اللي غير كيرميوها، كاين اللي كيخليوها للمول الطاحونه. نتوما لا، استغلوها، وراه حتى كاين اللي كيشريها، يعني ممكن انكم تشريوها، لان يعني رخيصه هي في الثمن. راه خمشه كبيره كدير 70 درهم، خمشة كبيرة ديال 25 كيلو كدير 70 درهم. يعني الفوائد ديالها راها بالدرجة الأولى خدامة للصغار ما بعد الفطام، وخدامة المرضعات، الأمهات المرضعات. كاين الصغار ممكن أن تعطيها لهم هكا، ما تخلط معها لا ما لا والو، تعطيها ناشفة هكا، راها كونوا متأكدين أن كيكون واحد النوع ديال التسمين في زمن قياسي، يعني هذه راه بتجربه وما كتضرهمش في الكرش. ممكن ان الخبز هكا بالنسبه للصغار بعد الفطام ممكن ان كيعصمهم الا كثرتو، يعني هادشي خصو يتعطى بواحد المقاييس. يعني ملي كيكونوا عاد صغار ممكن انكم تعطيو هذا الخبز غير الدقاقه، يعني غير هادشي هذا تعطيوه للصغار. ولكن الا كثرتو منه عطيتوهم بواحد الكميات كبيره كيتعصموا، ما كيبقاوش يقدروا ياكلوا، ما كيبقاوش قادرين ياكلوا، وكيتعصموا الا ما حطيتيش معاهم كتلقاهم كيموتوا. اما بالنسبه للنخاله هي خفيفه، وخا تعطيهم كميه ما تخاف منهم وما تخافش عليهم. انا هذه بتجربه، يعني تسمين الصغار في زمن قياسي راه هادشي يعني عن تجربه. اما بالنسبه للكبار ممكن انكم تعطيوه للذكور مثلا، حتى هما وخا تعطيهم بزاف ما تخافوش على انهم يعني يتعصموا، ولا ما عطيوهم راهم كيموتوا عليها، كيبغيو النخاله اكثر من السيكاليم ولا الخبز. راه الناس اللي ما عمرهم ما جربوا النخاله، يعطيهم النخاله وغادي تشوفوا الشراهه اللي كيبقاو ياكلوا بها، يعني كتعجبهم النخاله بزاف. بالنسبه للامهات المرضعات الطريقه هي كالتالي: في الاسبوع الاول في الصباح الباكر من يلاه ولدت، نوضوا في الصباح وديروا واحد الكميه ديال النخاله، يعني واحد نقولوا ثلاثه ديال الطيسان ديال دانون، ديروهم في واحد يعني اناء ولا طبسي ولا باش تقربوا لها، لان كتكون اولا في العلافه ماشي مشكل، غير هي الا درتوه في واحد الاناء احسن، يعني لان كيكون الا خلطتوا معاه واحد الماء دافئ، لان كتخلطوا معاه ماء دافئ، الا درتو معاه الماء دافي كيبقى مكركب، كيبقى مجموع هكا. اما الا درتوه في واحد الطبسيه هكا ودرتو الماء دافي، يعني ماء سخون طايب، غير ماشي كتكبوا عليها الماء وتتولي جاريه، لا، غير مرشوشه، حنا نقولوا مرشوشه، يعني تجيبوا الماء هكا وترشوا وتخلطوا بيديكم هكا حتى كتولي بحال اللي شبه فازقه، ماشي 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 فازقه، يعني يبقى الماء شايط منه من لا، غير تكبوا واحد الكاس ديال الماء عليها هكا ساخن طايب، وترونوا بشي ملعقه هكا وتعطيوها تاكل. كونوا متاكدين ان الام غادي تكون معكم مزيانه، هذه راه طريقه مجربه من عند يعني جدودنا، من عند واحد المراه الله يرحمها، انا كنت كنبغيها بزاف، وهي جده، كانت ديما كانت هي ما كديرش الارانب الروميه، كانت كدير غير البلديه. تقريبا كان عندها تبارك الله واحد العدد، وكانت دايرهم غير تربيه ارضيه، وراه كانت
عندها الطريقة هي هذه. منين تولد الأرنبة كتكون ديما عندها ميكة بحال هذه مخليها غي الأرانب اللي عادي كيولدوا. كتنوض في الصباح، هي كانت كتنوض في الصباح الباكر، أنا نعقل عليها الله يرحمها ويوسي عليها، كانت كتجيب المطايب كتكبو فوق منها وكتجيب بيدها غير هكا وكتعطي الأرنبة. يعني كتولي الأرنبة يعني الأم خدامة معاك مزيان، كتولي بصحة جيدة بحال الأم. الأم يعني الإنسان، المرأة ملي كتولد حتى هي كيجيبوا لها داك الحب رشاد، كيجيبوا لها العسل الحر، كيعطيوها شي حوايج باش كتشد الصحة ديالها. هاد النخالة كانت هي هاد الجدة الله يرحمها كانت كتعامل بها بزاف. أنا نعقل كانت كتعطيه النخالة هادي مرشوشة بالماء الساخن، وكانت كتعطي لقامة ديال أتاي، وكانت كدير ملعقة ديال العسل العادي كتكبها لها مع الماء وكتخلط هكا وكتعطيها مباشرة. هذيك الأم يعني كتولي كترضع مزيان، كتحس بها قوات، ما كتبقاش غير مرخية راه يعني عاد والدة، لا مباشرة كتهلا فيها. في ديك السيمانة الأولى كتعطيها الماكلة مزيان وكتعطيها هاد النخالة واللقامة والعسل، صافي الأم كتنوض كأنها أولا كتولي قابلة للتزوج مرة أخرى. علاش؟ لأنها شدت صحتها، كتقدر ترضع الصغار ديالها لأن كلات مزيان، يعني تقوات ما بقاش ضعيفة. والنخالة سبحان الله يعني ممكن أنكم تعطيوها لها في أيام أخرى ما تأكلهاش بديك الطريقة اللي كتأكلها بها في أول الأيام ديال الولادة. أول أيام ديال الولادة راه ثلاثة ديال الطيسان ديال دانون أنا جربتها، يعني راه كمية كنت كنعطيها لها ما كتخليش فيها حتى، كيبقى الطبسي يعني ما فيه حتى شوية. علاش؟ يعني هاد الناس اللي سبقونا خاصنا حنا ما نكروش الخير ديالهم، لأنهما كانت عندهم واحد تجربة وعطاوها لنا، وحنا عاوتاني أنا بعدا كنحاول نعطيها لكم على شكل أفكار وعلى شكل يعني فيديوهات. كما عندي النجاح ديالي أنا كنتمنى أن أي واحد كيتصنت لي حتى هو يكون ناجح في حياته وناجح في التربية ديال الأرانب. الحمد لله خلاونا واحد الرصيد، يعني رحنا كل خطرة كنقدم لكم بها حلقات راه هادشي من عند الناس القدام، من عند جدودنا هما اللي كانوا كيخليو لنا هاد الحوايج هادو. كانوا عايشين هما ما كانوش يديروا الادويه كاع، كانوا كيديروا غير هاد الحوايج هادي، وكانوا غادي الارانب ديالهم كانوا غاديين بالبركه سبحان الله. كان داكشي من عند الله، كانوا كيصدقوا القنايين، كانوا كيعيشوا، كانوا ما كاينش ليبرا ديال التسمم الدموي، ما كان لا كوكسيديا، كان ولكن كان حتى الاكل ديالهم كان طبيعي. احنا ممكن دابا اي حاجه ولات داخل فيها المبيدات، ممكن اننا البكري كانوا كيعطيوهم القشور ديال 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 يعني القشور ديال ديال الخضروات. دابا الا عطيناهم قشور ديال الخضره وما كانش مغسوله جيدا ومشمشم جيدا كيتصابوا لنا بامراض. اذا بلا ما نطول عليكم، هذه الحلقه ديالنا النخاله راها مهمه لجسم الارنب خصوصا الصغار بعد الفطام والامهات المرضعات. هاد يعني النقطتان حاولوا انكم ديما تكون في الذهن ديالكم. منين تولد الام يعني الارنبه الام، حاولوا تعطيوها قدر من النخاله، واحد جوج حفنات هكا كبار، جوج حفنات كبار مرشوشين بالماء الساخن في الصباح الباكر ان شاء الله ويكون بخير. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غادية بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف. تكيو على زر الجيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة.